فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة النذارة، والنذارة من النذير مصدر لفعل أنذر ينذر إنذارا ونظارة بالذال المعجم. وهذه المنزلة مزدوجة الفعل في قلب المؤمن، أي أن من حصلها كانت له صفتان، صفة في نفسه لازمة غير متعدية، وصفة منه لغيره متعدية غير لازمة. وبيان ذلك وتفسيره وشرحه بحول الله كما يلي. فأما الصفة اللازمة من النذارة فهي أنه يبلغ العبد في طريق التقرب من الله عز وجل وفي طريق المعرفة به والسلوك إليه، يبلغ أن يشعر في قلبه بالوجل وبحال النذير كلما ذكر الله عز وجل، وذلك يورثه خوفا وحزنا، العين منه تدمع والقلب منه يسكن ويطمئن. وزيادة في البيان أقول بحول الله إن المسلم حينما يتدبر حياته وأمر الدنيا وأمر الكون ويبصر بعين البصيرة أن خاتمة الدنيا جميعا فناء، وأن مآل العيش والمعيش إلى نهاية مهما رغض ومهما تنعم ومهما عاش وطال عمره فإنه إلى فناء وإلى نهاية، وأن هذا الفناء ليس بقاض قضاء تاما على وجوده، وإنما ينقله من طبقة من الحياة التي هي الحياة الدنيا إلى طبقة أخرى من الحياة التي هي الحياة الأخرى، ولا الأخرى أثقل وأشد، لأن بها الحساب وبها العقاب، نعوذ بالله من العقاب، وبها الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نعوذ بالله من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حينما يبصر العبد هذا، يبصره يعيشه وجدانا ولا يستطيع أن يفارقه بالليل أو بالنهار، فإن القلب آنئذ ينتقل إلى ما سميناه قبل في منزلة من المنازل السابقة بمنزلة الغربة، يشعر بغربة، بغربة الإيمان في هذه الدنيا وبغربة الحياة في مثل هذا العيش الفاني، ينتظر لقاء ربه ولقاء محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه. لا يقع بقلب العبد مثل هذا إلا إذا حصل هذا المعنى الذي ذكرناه في بداية الكلام، منزلة النذارة، فيشعر إذن أنه مخاطب بالنذير، والخطاب بالنذير يورث القلب خوفا، خوفا من المولى جلت قدرته، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى آخر ما قال عز وجل. والعبد الخائف الذي أصغى إلى النذير فكان من المنذرين، أصغى إليه وشعر به وعمل به، هذا العبد الخائف لا يسلك إلى ربه إلا بطريق الحذر، الحذر يعني الإنسان رد البال، الحذر يحذر أن يزيغ عن منهج الله ويحذر أن يزل عن صراط الله، لأن قلبه مملوء بالنذير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف، ولا يخاف إلا من عرف النذير وتذوقه وأدركه، فإذا خاف أدلج، والإدلاج السير بليل، أدلج أي خرج مسافرا بليل بالإدلاج أو بالدلجة وهي الظلمة. وهذا التعبير النبوي اللطيف العجيب، والحديث للمناسبة صحيح الإسناد، هذا التعبير الإدلاج أدلج فيه من اللطف والجمال كثير، لأنه يصور حركة العبادة لدى المسلمين على أنها سير، أن تعبد ربك بالليل أو بالنهار فأنت سائر، إن كنت عابدا بالليل فأنت مدلج، وإن كنت عابدا بالنهار فأنت سارب بالسين. فالساري أو المدلج كلاهما بمعنى سير بليل، والسارب سير بنهار، وكلاهما لفظان يعبر بهما عن العبد الذي رأى ما رأى
من أمر الله عز وجل مشاهدة قلبية بصرية نسبة إلى البصيرة، فجد السير، يسير بالليل عسى أن يدرك في الصباح، ويسير في الصباح عسى أن يدرك بالليل. لا يكون القلب على هذه الحال إلا إذا استيقظ على نذير. كيف يستيقظ على نذير؟ الشاردون في الدنيا عن باب الله كثير، اسأل الله لنا ولهم الهداية، فإذا أيقظهم نذير الرحمن فزعوا، والفزع يورث القلب رغبة وشدة سير خوفا من أن يدركه آثام ما كان عليه من ذنوب سابقة، يسارع في الخيرات ويجري في طريق الخير رغبا ورهبا، عسى أن يكون من الرضين المرضيين. هذه الحال قلت إنما تقع بالقلب الذي لامسته النظارة، فهي منزلة لطيفة. ولذلك كان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب أول ما يخاطبهم بالنظارة، لأن إيقاظ القلب بهذا المعنى أنفع له وأنجع لمرضه وأشفى لدائه. ولذلك كان من أول ما نزل من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال المفسرون حينما نزلت هذه الآية: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى صخرة الصفا، الصفا والمروة حجر كديا، وهي كذلك بالعربية أيضا، التي إلى جانب زمزم والكعبة، فصعدها عليه الصلاة والسلام وجعل ينادي بطون قريش، يعني أفخاذ قبيلة قريش: يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، حتى اجتمع إليه رؤساء الناس وعامتهم، وكان من بينهم عمه أبو لهب صاحب القصة المعروفة، فقال لهم: يا معشر قريش، لو حدثتكم أن خيلا توشك أن تغير عليكم ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال التعيس أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ فسب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: تبا لك. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآية أو السورة. لنتأمل: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قبل أن يكون نذيرا؟ بلى، لأن النظارة تخويف، هو خطاب الله بالوعيد، يعني بالآيات اللي فيها جهنم والعذاب والعقاب، هذا معنى النظارة والتخويف والوعيد، فخطاب الله عز وجل جاء بالوعيد، وأيضا قبل ذلك جاء بالوعد، وهو الخطاب بالبشارة أي بالجنة وبالرحمة وبالمغفرة. وصح في الحديث الصحيح القدسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: ورحمتي سبقت غضبي. فلما إذن جاء النذير مفردا في مثل هذه الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يقل له قم فبشر، أو على الأقل كما هو معهود القرآن العظيم: فبشر وأنذر، وإنما قال له قم فأنذر. ومثل هذا كثير في القرآن، يعني إفراد النبوة بالنذار: إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. والعجيب أن إنما هذه تستعمل أصلا في اللغة للحصر، أي كأنه قال له: لا وظيفة لك يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا إنذار الناس. كيف وهو بشير لهم أيضا؟ كيف وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ذلك أن المخاطب بالعلاج حينما يكون القلب قد غرق في الذنوب والوحل ولا يستطيع الانفكاك، إنما ينقذه من غرقه مثل هذا الخطاب. العرب آنئذ كانت أمة غرقى في الضلال، كانت مفاهيم الكفر قد غلفت القلوب وران عليها الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التكلس الذي يأتي من الغرق في الشهوات والذنوب، كان حائلا وحاجزا دون سماع خطاب البشارة، فلا يستطيع آنئذ
الإنسان أن يتخلص من وحله وغرقه إلا بانتشال قوي يزعزعه ويزلزله من الطين الوحي للنتن الذي لزقت به قدماه، بل لزق به جسمه إلى رأسه. يحتاج إلى زلزال، زلزال نفسي. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، هذه هي الكلمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أعلن الدعوة حينما نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ. كان يسر بدعوته إلى الله، كيقولها الناس بالتخبيعة سرا. ناجى بذلك أبا بكر وناجى زوجه خديجة رضي الله عنهم أجمعين، وناجى الخلص من أصحابه الأوائل. وبعضهم يناجي بالدعوة بعضا لا يعلنون. أما وقد نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخر الآيات. فقد تجرد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سريته وخرج من ثيابه التي تدثر بها. يقولون في سبب نزول الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوحي في بداية الأمر كان ينزل عليه برد من الهلع والفزع، فيقصد خديجة وقال لها حينا زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المزمل، وقال لها حينا آخر دثروني دثروني، يعني زملوني ودثروني كلاهما بمعنى يعني غطيوني غطيوني. فقال له الرحمن يا أيها المدثر، وفيها فوائد عجيبة. يا أيها المدثر أي المتدثر المتغطي الملتحف بفراشك بدفئك بسكونك، أخرج للناس بكلمة الحق. هذا المعنى العباري، يعني اللي كي يتخد بطريق العبارة كما يقول علماء أصول الفقه، يعني كان أخذوه من اللغة مباشرة. أما المعاني الدلالية فلا حد لها ولا حصر، إشارة واستدلالا. فسواء كنت متدثرا بملاءة أو لحاف أو لم تكن، فخطاب الله متوجه عليك إلى يوم القيامة يا أيها المدثر قم فأنذر. وكلنا متدثر متدثرون بدفء السلامة من كلام الناس وأذاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. كنقولوا فلان دخل سوق راسه، هذا هو المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر. ديننا يأبى علينا هذا، ديننا أمار بالمعروف نهاء عن المنكر، ويحملك أن تصبر على الأذى الاجتماعي العام، يحملك. ولذلك قال له في أواخر الآيات ولربك فاصبر، اصبر علامة لأنك قمت بالنظارة. لو لم تقم بالنظارة لما لحقتك ألسنة الناس، أما وقد قلتها فانتظر أن يتكلم فيك سلبا وإيجابا، وانتظر أن تؤذى في عرضك وفي دينك وبالإشاعات وبأشياء الله أعلم بها. ولربك فاصبر مقام لا يناله إلا من حصل الخوف من رب العالمين في قلبه تفردا وتفريدا، يعني الذي يحصل مثل هذا المعنى الذي حصل توحيد حقيقي بقلبه لله، تفرد وتفريد. تفرد الخوف بقلبه، يعني لا خوف بقلبه إلا خوف الله، تفرد الخوف بقلبه، خوف واحد والخوف من الله عز وجل. وتفريدا أي أنه يوحد الله بخوفه ذاك، وهذا صلب معنى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته. ختم القرآن قبل قليل من الذين قرأوا بقول الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينظروا به. عجيب، هذا بلاغ، بلاغ للناس أي القرآن، كل القرآن. هذا إشارة إلى هذا الكتاب المنزل كما في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذلك، ذلك هذه العبارة التي هي إشارة للبعيد تدل على علو شأن القرآن ورفعة منزلته، لأنه كلام الله والله علي عظيم. وهذا،
هذا اللفظ الذي يدل على الاسم الإشارة هذا للقريب دل على قرب القرآن منك إن كنت مبلغا أو مبلغا، بلاغ قريب منك. ولفظ البلاغ في العربية مشترك الدلالة، يعني عند جوج المعاني في معنى واحد. بلاغ يعني بيان، وصلك هذا بلاغ، أي بلاغ من الله وصلك، بيان خبر وصلك من الله فيه كذا وكذا وكذا. هذا فهو قريب منك، هذا للتقريب والتحبيب أيضا. والمعنى الثاني بلاغ بمعنى تبليغ، بمعنى مصدر متعد إلى مفعول. هذا بلاغ من الله، أي واجب عليك إن كنت مؤمنا به أن تحمله على أنه بلاغ، أي أن تقوم بتبليغه. دل على ذلك لأن هذا المعنى ديال البلاغ بمعنى تبليغ غريب على الناس، ولكنه في القرآن واضح في نص آخر يفسره، وإنما يفهم القرآن أولا بالقرآن، وذلك قول الله عز وجل على لسان محمد بن عبد الله: إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا تبليغا لا ينجيه ولا يعفيه من حساب الله إلا أن يكون مبلغا عن الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. عجيب فعلا. فإذا بلاغ وتبليغ ما مضمونه؟ ولينذروا به نظارة، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. كيف تحصل الذكرى؟ كيف تحصل اليقظة؟ وإنما اليقظة ذكرى. بندم غافل نائم ناعس شارد خصو يفيق، يستيقظ لنداء الرحمن، لنداء الآخرة، لنداء الدين. يتذكر، كيف يتذكرون؟ وليذكر أولو الألباب، يتذكرون بالعلم، بالعلم بأنه لا إله إلا الله. وهذا العلم إنما يكون مؤثرا إذا جاء من باب النظارة، وجاء ذلك مرتبا بشكل عجيب. ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. ترتيب رباني عجيب. الخطاب إنما يتأثر به الناس إذا حمل هذا المعنى، ومن قرأ القرآن أو استمع إليه تمتعا بالأصوات، طلبا للأنغام، أو طلبا لأي معرفة من المعارف الأخرى لغوية أو تاريخية، دون أن يكون معنى النظارة هو المقصد الأصيل من ذلك، فلن يستفيد شيئا من كلام الله عز وجل. لا بد، الفرشة الأولى اللي تحط عليها الدين في قلب العبد هي فرشة النذير والنظارة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أول خطاب أخرج به الله رسول الله إلى الناس هو خطاب النظارة. كان مخبع، كان متدثرا في خوفه، كان متدثرا عليه الصلاة والسلام في لحافه وفراشه، فأخرجه أول ما أخرجه للصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. خرج أولا من فراشه ليناجي ربه، ثم أخرجه بعد ذلك إلى الناس بالنظارة، وخاطبهم بذلك فعلا كما قلت على صخرة الصفا. القسم الثاني من هذا المعنى، يعني قلت في البداية النظارة منزلة إيمانية لها معنيان أو هو معنى واحد في صنفين. الصنف الأول كما ذكرت أن يقع ذلك المعنى بالقلب، قلب ديالك يكون يعني قلب من أهل الخوف من الله عز وجل، من أهل الخوف من الله. ولا يخاف الله إلا من قدر الله قدره حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإنما يقدر الله حق قدره من عرفه، من عرف رب العالمين. ليس المعرفة هاهنا بمعنى المشاهدة النظرية البصرية، كلا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وإنما المعرفة التي تقع بقلب العبد المشاهد لأنعم الله ولآلائه ولجلال سلطانه في السماوات وفي الأرض. فتقع الرهبة آنئذ من سلطان رب الكون. ورويت عن بعض أهل علوم الطبيعة شيئا من العجب في شساعة هذا الكون: والسماوات مطويات بيمينه، أن أقرب المجرات
إلى مجرة هذا النظام الشمسي الذي نعيش بأرضه تبعد عنا 15,000,000,000,000 سنة ضوئية كما يعبرون. يعني الخيال البشري لو حاول أن يستحضر المسافة لما استطاع. وجرب 15,000,000,000,000 سنة ضوئية، هذا مقياس المسافات الفيزيائية في هذا العصر. السرعة ديال الضوء بحال لما كتشعل القرص ديال البولة وتشعل الضوء، شحال ديال الوقت كيستغرق ملي تدير صبعك على القرص ديال البولة وتشعل البولة؟ ما تستطع تحدد. بهذه السرعة الهائلة العجيبة تقاس المسافات بالسنوات، سنوات يعني يوم بعد يوم بعد يوم حتى تمام السنة، والضوء يجري كم؟ 15,000,000,000,000 سنة ضوئية. هذه اللي قريبة، شيء عجيب، يعني القلب يصاب بالهلع. أنا أتعجب لأولئك العلماء من الكفار أو من المسلمين الذين طبع الله على قلوبهم يدرسون هذا ولا يعتبرون، شيء عجيب جدا غريب. ويقولون إن هناك ثقبا سوداء، يعني هكذا يترجمونها كلمات باللغة الأخرى، في الفضاءات البعيدة يمر إلى جانبها الكوكب من حجم الأرض 20 مرة، بحال الأرض 20 مرة، أضعاف مضاعف. فإذا قرب من هذا الثقب دخل، أين يدخل لا يدرون. يعني ما ندري، كون بعيد، خيال ديال البشر. إلا بدي تحاول تمدد الخيال ديالك باش تستوعب هاد الشساعة وهاد الاتساع، الدماغ ديالك يحرقك، يمرض ولا تستطيع استيعاب المسافة. وقالوا هذا أقرب شيء من المسافات بين المجرات. شيء عجيب جدا. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، تعبير عجيب جدا، سماوات على الجمع مطويات بيمينه. وخص الأرض بالذكر، يعني شحال من واحد من أهل العلوم المعاصرة ما كيفهمش كيفاش، واستسمح لهذا الاستطراد الآن، ولكن أخذه لعبرة ما نحن فيه مما ينبغي أن يقع بقلب العبد من النظارة. شحال من واحد كتجيه يعني كيفاش رب العالمين يذكر الأرض إلى جانب السماوات؟ وشنو هي الأرض؟ إن هي إلا ذرة صغيرة ضئيلة سائرة في بطن بعض مجرات السماء الدنيا، يعني نقطة ضئيلة جدا بالمقارنة مع السماء الدنيا التي تدرس اليوم. لأنه الكون أو الفيزياء المعاصرة وعلم الفلك المعاصر ماذا يدرس؟ يدرس بطن السماء، مش السماء، ليس السماء، هم لا يعرفون السماء. يعني اللفظ بالمعنى القرآني صحيح، رأى عنده المقابل دياله في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وسائر اللغات العالمية، ولكن ماشي هو السماء اللي كيتكلم عنها القرآن. السماء في مفهوم القرآن معنى غيبي، معنى غيبي، ليست فضاء ولا كواكب ولا مجرات. هذا الذي يسمونه هم السماء هو البطن ديال السماء، الكرش ديال السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها أي جعلنا منها، هذا التفسير الأليق، ماشي يسحب له شي واحد يعني راه الملائكة كيضربوا الشياطين بالنجمة ضد الشمس، منها يؤخذ منها فترجم الشياطين. فإذا هذا الذي يسمونه في العلوم المعاصرة سماء مش هو السماء في المعنى القرآني، هو بطن السماء، يعني زينة السماء أو الوجه ديال السماء من تحت. أما السماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي طبقة مجهولة الطبيعة محروسة الجدران لها بابها وأبوابها. الشياطين كانت تقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع إلينا يجد له شهابا رصدا، كانت لها مجالس بالسماء. ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج كما هي في الصحيح من الحديث ركب البراق ومعه جبريل، فطرق جبريل الباب وقالت الملائكة حرس السماء الدنيا من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح لهما. وكذلك إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى السابعة. شيء عجيب، إذا كانت العقول تحار في تخيل مسافة من مجرة إلى مجرة،
يعني من واحد المجموعة كبيرة من الأنجم والأنظمة الشمسية إلى مجموعة كبيرة من الأنجم والأنظمة الشمسية. وفي السماء الدنيا ملايير كما قالوا، إنما نروي ما قال أهل العلم، علم الطبيعة وعلم الفلك. إذا كانت المسافات بهذا الشكل الفظيع الأصعب والأبعد عن التخيل، فما بالك بالسماء الدنيا نفسها إذا كان هذه غير الزينة ديالها، فما بالك بالسماوات بعد ذلك. والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. سجل بحال الملف، ملف عندك صفر ولا أحمر كتجمع فيه الوريقات ديالك. كذلك تطوى هذه المسافات بمكوناتها التي لا يدري أحد طبيعتها. هذا مفهوم السماء. الرحمن جل وعلا حينما عرف بنفسه في القرآن عرف بنفسه وبذاته جل وعلا بهذا المعنى، بمعنى كونه سلطان السماوات، قاهر الأرض وقاهر السماء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. وبذلك عرف نفسه لمحمد بن عبد الله، وكذلك صار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يعرف الناس بالله الذي عرفه من كتاب الله. فوقع الوجل بقلب من آمن، ووقع الكفر والعياذ بالله بقلب من أنكر. ويستحق المنكر آنئذ أن يعذب فعلا، لأن القرآن عرض عليه بهذا المعنى، وعرض عليه بهذه الصفات، وأنذر قبل أن يبشر، وفزع قبل أن يطمئن، فلم يفزع وهو يرى ويسمع. عجيب، قلبه حجر. إذن إذا وقع هذا بقلب العبد فلا يملك آنئذ إلا أن ينتقل إلى الدرجة الثانية من معنى النظارة، وهي أن يقلق قلبه على الناس. القلب ملي كيولي مخلوع على رسول كيولي تخلع على خوته من بني آدم، فيتحرك بهاجس النظارة، يجري هنا وهناك كأنما يرى الناس يساقون إلى النار سوقا، فيشفق عليهم كما أشفق على نفسه. وكذلك كان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذاك المثال العجيب اللي بين فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الناس، كمثل رجل أوقاد نارا. حال واحد الرجل جاب الليل في الصحراء، أشرحه بعاميتنا حتى يتضح أكثر، له جمالية عجيبة، وشعل نار في الصحراء بالليل، فجعلت الجنادب والفراش تقفز وتنط وتقع بالنار وهو يدفعها، فقال كذلك حالي وحالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شي واحد جا وشعل النار، شعل العافية بالصحراء في الليل، كيجيو هذوك الفراطط وفريطوش والحشرات والفراش والجناديب الجراد الصغير، كيشوفوا النار كيسحب لهم النور الضوء، وكيبداو ينقصوا في هذيك النار. وهو هذاك اللي شعل النار، شعل النار لمصلحته باش يدفع او باش يطيب ماكلته، ما باغيش هذاك الجراد وهذوك الفراشات يتحرقوا، خدام كيدفعهم وهما كيدخلوا له من بين يديه ومن بين رجليه وينقذوا. هو يكره ان تقع تلك المخلوقات في النار وهي تحرص على ان تقع في النار. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: انا وانتما يا ايها الناس هكذا حالنا، النار التي هي جهنم نعوذ بالله منها قد أوقدها رب العالمين عقابا للمجرمين، وأنا أي محمد عليه الصلاة والسلام يعلم طبيعة تلك النار وحرها وخطرها إعلاما من ربه، فجعل يدفع الناس عنها، بدأ يدفع في عباد الله بعد هذه طريق النار، إنكم تقفزون إلى الجحيم، إنكم تنطون إلى النار إلى عذاب الحريق، ولكن الناس يصرون على أن يلتحقوا بالنار. وذلك كان خطابه عليه الصلاة والسلام نذيرا نذيرا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين عليه الصلاة والسلام. قصة نبينا عليه الصلاة والسلام في النظارة قصة عجيبة، خاف ربه فكان نعم الخائف، وهذا هو المعنى الأول من النظارة، ثم خاف على الناس لأنه كان بهم رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنما أخذ ذلك الأدب عن رب العالمين. فرب العالمين هو الذي عبر بهذا في القرآن العظيم، وقال فيما قال: يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، رب العالمين يحكي التحسر ولا يتحسر جل وعلا،
عن التحصر وعما في معنى. لأن ما معنى التحصر؟ يعني كتأسف، التأسف على شيء فات، شي حاجة بغيت تديرها وما دركتهاش، كتبدأ تحصر يعني تأسف أن لا طاقة لك لصدها ولردها. ولذلك لا يجوز أن ننسب هذا المعنى إلى رب العالمين. علاش؟ لأنه حتى شي حاجة ما كدار بزز منه سبحانه، بل كل شيء يقع بعلمه وكل شيء يقع بإذنه وإرادته، فلا يقع شيئا رغما عنه سبحانه، هو مدبر الكون وخالقه ومسيره. ولكن حكاية التحصر هنا يعني قول الله عز وجل يا حسرة على العباد، يعني يحكي إحساس الإنسان الذي يشاهد مثل هذه الأمور. قلب المؤمن يعني رب العالمين يترجم لنا إحساس الإنسان المؤمن بهذا القول العجيب. القرآن فيه بلاغة راقية جدا، عجيب، يترجم لنا رب العالمين إحساس العبد الذي خاف من ربه حقا، فوقع الخوف في قلبه على الناس وكان حليما أواها، كما كان إبراهيم وكما كان محمد عليهما الصلاة والسلام وسائر الأنبياء المرسلين. يتحسر العبد المشاهد الذي رأى ما رأى، الذي أبصر الحقيقة، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. يتحسر أن يرى كثيرا من المسلمين ينساقون وراء الضلال، وراء الشهوات، بعيدا بعيدا عن باب الله وعن باب التوبة. ويدرك الموت كثيرا منهم بلا صلاة، ويدرك الموت كثيرا منهم بلا زكاة، ويدرك الموت كثيرا منهم وهم على خمر سكرى، وهم على الزنا، وهم على الفساد والموبقات. يا حسرة على العباد. ويتحسر بعد ذلك على غير المسلمين أيضا، لأن الله قال يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولا يستهزئ بالرسل إلا الكفار. والتعبير بالعباد كما ذكرت أكثر من مرة إنما هو دال على المؤمنين خاصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فبشر عباد. عجيب. ولكنه هنا في سياق مخاطبة الكفار قال يا حسرة على العباد، لأن خطاب المحبة، خطاب تحصر، ولا يتحسر على الشيء إلا من أحب وقوعه. ورب العالمين قلت لا يتحسر، ولكن يحكي شعور المؤمن يحب عباده. الأصل أنه يحب الناس، ولقد كرمنا بني آدم، كفارهم، أعني مفسرا كفارهم ومؤمنيهم، وما تكريمه إياهم إلا لمحبته لهم. فإذا آمنوا صارت المحبة على الإيمان، وإذا كفروا كان الغضب، وكان آنئذ اللوم على الذين أنكروا وجحدوا وكفروا. ومع ذلك قلت جاء سياق هذا الخطاب بالعباد، يا حسرة على العباد، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده الكفر، والذي كفر فقد أراده لنفسه والعياذ بالله، فاستحق بذلك عقاب الله عز وجل وعذابه، نعوذ به من عقابه وعذابه. هذا معنى ثاني يقع بقلب المؤمن الذي تشرب خوف الرب عز وجل، فيصبح بعد ذلك خائفا على غيره. وأول من ينبغي أن تخاف عليه يا عبد زوجك وبنوك وأمك وأبوك، ثم من حولك الأقرب فالأقرب، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خف على نفسك أولا، وهو الشق الأول من النذارة ومن الشعور بالنذير، وخف بعد ذلك على من حولك من مواليك من أسرتك، ثم على الناس بعد ذلك. تكون آنئذ من الراشدين، وتكون من أهل المقامات العلى من الصلاح والفلاح. ونحن اليوم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الظروف الكئيبة الحزينة التي شرد الناس فيها عن الدين وبعدوا، وكثرت أحابيل الشيطان من وسائل الإعلام العالمية ومن منابر الضلال والإضلال، نحن أحوج ما نكون من أي زمان مضى إلى خطاب النظارة. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، كانت تتمثل ببيت من الشعر للبيد
ولبيد كان من شعراء الجاهلية الذين أسلموا، كانت تقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وأصبحت في خلف كجلد الأجرب. قالت: رحم الله لبيدا. هذا حديث يروى مثالا للحديث المسلسل، يعني من الأحاديث المسلسلة أو المتسلسلة، كتكون بعض الأحاديث فيها كلمة يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة، يتسلسل من رسول الله أو من الصحابي الذي رواه، وكيكرر هذاك الصحابي، كما في حديث: وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. الصحابي اللي روى الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى هو لما وصل صفة حركة النبي عليه الصلاة والسلام من الاتكاء ثم الجلوس، حتى هو هذاك الصحابي كان يحدث وهو متكي فجلس، فرواه التابعي عن الصحابي قال: وكان جالسا متكئا فجلس. وكل واحد يرويه بهذا يسميه الحديث المتسلسل أو المسلسل. هذا حديث مسلسل، يعني عائشة رضي الله عنها، مسلسل إلى عائشة، قالت: رحم الله لبيدا، كيف لو عاش لزماننا هذا. يعني سبحان الله، لبيد توفي رضي الله عنه قبل وفاة عائشة، يعني بعيد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنوات قلائل، ما بين وفاة النبي وفاة عائشة ماشي كثير. فكانت ترى بأن زمانها، وكانت تعيش في القرن الأول الهجري، وهو من خير القرون، خير القرون قرن هذا ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، فأواخر القرن الهجري عندها رها خسرت الدنيا وفسدت. يعني لبيد كان لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، مات النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر، لبيد ما بقتش عجبه الدنيا. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، الأكناف هي المتكئات، الأشياء التي يلجأ إليها الإنسان كالأعشاش والمخابئ والمتكئات والمستراحات. كان يعني هذا الرجل عايش مع جيل الصحابة الكبار، مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، مرتاح. من اللي مشات الطبقة الكبيرة من الصحابة، جات طبقة أخرى ديال صغار الصحابة والتابعين، قال: هادو أنا ما بقيتش قادر نعيش معهم، اللي كان عارف نعيش معهم مشاو. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وأصبحت في خلف، الخليفة ديالهم الجيل الثاني كجلد الأجربي، الواحد فيه الجربة عافانا الله وإياكم، ما تقدرش تحكك معه، يقرب لك كتهرب لأنه يعدي. فقال: هاد الجيل اللي راني عايش معه بحال المجروبين، اللي قربت له يطليني باش غادي يطليه بسوء الأخلاق، لأن الفتن بدات، جابوها اليهود الذين انزرعوا بين الصحابة آنئذ وفتنوا الدنيا، ولم تزل فتنتهم مستمرة إلى يوم الناس هذا. التابعي اللي روى الحديث على مولاتنا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: رحم الله عائشة، كيف لو عاشت لزماننا هذا. واللي جاك يقولها، فماذا نقول نحن؟ نسكت حسن، لأنه لا ينبغي أن نقارن زماننا بزمانهم على جهة تفضيل زمانهم على زماننا. حشومة، حشومة تفضل زمانهم على زماننا، إيه عيب وعار أن تفضل زمان رسول الله وزمان من بعده من الصحابة والتابعين، عيب أن تفضل زمانهم على زماننا. علاش؟ لأنه لو جه المقارنة أش كان فضلو؟ كان فضلو شي حاجة اللي متشابهة، يمكن تقول السيف أقطع من الخنجر، السيف أفتاك من الخنجر. السيف صعيب كيقطع ويقتل أكثر من الخنجر، نعم، لأن السيف والخنجر ولاد العم. أما أن تقول السيف أفتاك من العصا، حشومة. ولذلك قالوا: وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا. ولذلك قالوا أيضا: تقطيع الخيار بالسيف البتار، خيار ضربها بالسيف بتار يقطع، ما عنده معنى. فعيب أن نسلسل الحديث سلسلته تنتهي عند من كتبه، من كتبة الحديث في جيل البخاري وغيره، ثم يبقى السلسلة ديال، ما يصلح نقول فكيف لو عاشت أو لو عاش البخاري أو غيره لزماننا هذا. هذا زمان الفتن الذي حدثت عنه أحاديث الفتن، وأحاديث الفتن التي رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودبجت بها كتب السنة، من البخاري المسلم، الكتب السنة الأخرى، الترمذي، النسائي، ابن ماجه إلى آخره، هي الأحاديث التي تصف زمان ما بين يدي الساعة. ولا أحسب زماننا هذا إلا هو قطعا. من يشك في هذا؟ صعيب جدا، صعيب جدا أن تجد
للقلب وللقلوب دواء غير دواء النظارة. إذا كان رب العالمين أعطى هذه الوصفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يعالج بها الزمان دياله، فهي في زماننا أوجب وأوجه، والبشارة تبع تبع حقيقة أن المنهج الدعوي في أصوله بالشراء ولا تنفر، ويسرى ولا تعسرى. هذا من حيث ما يتعلق بالأحكام، مش ما نخلطوش الأمور. فتاوى الشريعة يعني حلال حرام، واجب مندوب مكروه، هذا هو المقصود بهذا. وأمور القضاء والأقضية هي التي بنيت على التيسير وعلى التخفيف وعلى التبشير وعدم التنفير. كيف ذلك؟ لما صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ومرة أخرى معاذ بن جبل وموسى الأشعري إلى اليمن، أمرهم بهذا لأنه عليه الصلاة والسلام جعلهما داعيين إلى الله وقاضيين في الوقت نفسه ومعلمين لأحكام الشريعة، فأمرهما بحمل الناس على الوسط، وهذا منهج مستقر ما كيتغير في القديم والجديد. الأمر في الدين الحمل على الوسط، إن هذا الدين متين فأوغيل فيه برفق. أما الخطاب خطاب المسلمين، وخطاب غير المسلمين بهذا الدين هو خطاب في وجودهم، خطبوا في الوجود دياله. لما أنت موجود؟ كيف وجدت؟ لتعيش عبثا؟ ألتبقى هكذا هملا؟ كلا أبدا، إنما وجدت لتتحمل مسؤولية، إنما وجدت لتكون إماما، إمام كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. رعاية، رعاية في نفسك وعلى جوارحك، مسؤول عن كل ما تنطق به جوارحك لسانا وبصرا وسمعا ويدا ورجلا إلى غير ذلك من الأدوات التي تتحرك بها وتبطش بها وتمشي بها. ثم عليك رعاية من تعول تربية، ثم رعاية من تعول إدارة، إلى غير ذلك من المعاني المتفرعة عن هذا. فلا وجود لشخص من الناس إلا على سبيل الإمامة، إلا على سبيل المسؤولية، إلا على سبيل التكليف. ومن ظن غير هذا فقد أخطأ معنى الإنسان. كعرفش شكون هو الإنسان؟ وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. حملها فحمل عبئا ثقيلا إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه لأنه حملها ما لا تطيق، جهولا بطبيعة ما حمل الأمانة لأنها ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاء أحد العامة إلى مالك رحمه الله الإمام فقال له: يا إمام، ما حكم الله في كذا وكذا؟ فرده رضي الله عنه، أرده إرجاء. قال له: من بعد؟ ما عنديش الجواب الآن، لا أدري. فقال له: إنها مسألة خفيفة. فغضب مالك وقال له: ليس في العلم خفيف. فكيناش مسألة خفيفة في الدين. قل له: هذه واحد السؤال عفاك، هذه غير واحد القضية سهلة، عمر ما تكونش واحدة سهلة. كل العلم ثقيل، علم الشرع وعلم الشريعة، لأنه مرتبط بمصير الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مرتبط بوجودك أيها العبد. ولذلك كان هذا الخطاب هو الذي ربى الأجيال الأولى من المسلمين وجعلهم يخترقون حدود المألوف. حفنة قليلة من العرب صاروا بعد ذلك سادة العالم، شحال؟ في أقل من ربع قرن، أقل من 25 سنة، صارت العرب الذين كان بعضهم يقتل بعضا، حرب الباسوس الغبراء، يعني حروب قاتلة بين العرب، وهم قلة في العالم آنئذ، شي يقتل شي على الخوة، على التفاهة، شنآن صغير بسيط بين شخصين يؤدي إلى سفك الدماء. 40 سنة من الحروب، وهم قبائل ممزقة مفرقة لا قيمة لها، مستعبدون من قبل الفرس والروم آنئذ بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يصطفي الله عز وجل منهم أمة ويخرجها وسطا لتكون ميزان العالم. في حال من عام قلت أقل من 25 سنة، أقل من ربع قرن. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت الأمة الإسلامية قد سيطرت على العالم،
العالم اللي كان هذاك الزمان بسقوط حضارة فارس في معركة القادسية وبفتح مصر التي كانت محل غزو للرومان ولغيرهم من الأوروبيين آنئذ. تقود سلطان بيزنطة مبقى عندها جد أوروبا آنئذ اللي كانت في القسطنطينية اللي هي إسطنبول المعاصرة اللي صارت خلافة الإسلام والمسلمين نحو 8 قرون. كان العالم آنئذ بيد المسلمين في واحد الفترة وجيزة. مستحيل أن يقع مثل هذا لو كان المنهج المتبع منهجا بشريا، ما يمكنش. لو لم يكن الوحي هو المسدد وهو المؤيد وهو المرشد لحركة الفتح الإسلامي لما كان الذي كان، ولما استطاع الجهال من العرب، وكلهم آنئذ جهال جاهلية وأمية، لما استطاعوا أن يخرجوا للناس أئمة. عمر بن الخطاب في زمانه رضي الله عنه، يعني في العصر اللي كان فيه هو خليفة المسلمين، كيجلس ويتأمل ويتعجب من نفسه كيف تحول هذا التحول العجيب. كان عمر بن الخطاب قد زيد بسطة في الجسم ثم في العلم من بعد أن أسلم. كانت عنده خلدة مجهدة طويل، كما قالت عائشة تصفه: ما توسط قوما إلا كان أطولهم، كان إذا مشى أسرع، خطوة ديالو يغلبك فيها، كان إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، إلا ضرب كيألم. وما توسط قوما إلا كان أطولهم. شكن كيدير بهذا القلدة في الجاهلية؟ كيلعب المصارعة، كيطيح الدراري، يعني ش من صنع هذا؟ شخصيا حينما أشاهد في بعض الأحيان بعد مناظرها، يعني مناظر ديال المصارعة، يعني قلدة كبيرة موظفة في التفاهة، العقل قد العقل ديال البرطان، يعني غريب. هكذا يريدون بهذا الذي يصنعونه من التربية الرياضية المنحرفة. مع الأسف، مع الأسف، الرياضة في حد ذاتها صنعة مطلوبة، ولكن بالشكل الذي يتربى عليها العالم اليوم، شكل تخديري يفتين عن تنمية العقل على غير ما يوهموننا، عكس تماما، تدمر العقل بهذا الأسلوب الذي تعرض به. فكان عمر كذلك، فإذا به بعد ذلك صار يصارع، مش القلدي، لا، صار يصارع الحضارات حينما أسلم، كي صار الحضارات الأخرى، حضارة المجوس صارعها فصارعها، صارعها بدأ يطيح معها للمشاركة فصارعها، أي قضى عليها، وصارع حضارة المصريين فصارعها، وشارع بعد ذلك في مصارعة البيزنطيين فصارعها المسلمون من بعده في زمن الخليفة محمد الفاتح الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مروي في مسند أحمد. المسلمون هكذا صاروا بعد ذلك يواجهون الثقافات الأخرى ويغلبون. لما؟ لأن الخوف وقر بقلوبهم، ما صارت الدنيا تملأ أعينهم إطلاقا. كانوا من أهل الآخرة يعيشون في الدنيا بأبدانهم، ويعيشون في الآخرة بأشواقهم، يشتاقون إلى ما عند الله عز وجل. فلم يكن الموت عندهم فزع، إلا ما يحرك القلب من خوف الحساب والعقاب. أما في حدة محيط هو موت، ما كان فزع. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على هذا المعنى في قوله الصحيح: إن الموت فزع. كيخلع بنادم، لا يقصد لأنه موت. فسيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يخاف من الموت لأنه موت، لا، ولكن كان يفزعه من الموت ما بعدها، تحول إلى حياة أخرى، حياة المحاسبة. هذا الذي كان يفزع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبكي. هذا المعنى العجيب عليه تربى الصحابة الأوائل وتربى التابعون، وكان ديدن القرون الهجرية الأولى المشهود لها بالخيرية، حينما يقولون في القاعدة الدعوية المشهورة: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنما يجب أن يحمل على هذا المعنى، لأن الأمة إنما صلح أولها بالتربية القرآنية الربانية. هذه الكلمة استعملها بعض الأمراء قديما للدلالة على تجويز تقتيل الناس السيف، لأنهم ظنوا أن الأمة صلحت بالقتال في بداية الأمر. لا، أبدا، القتال إنما كان بعد أن امتلأ القلب بخوف الله. النظارة إذن منزلة إيمانية بها يصلح أمر البلاد والعباد، فلم يصلح أمر الأمة أول ما صلح أمرها إلا به، أي بهذا المعنى النظارة. وقد بيناه
بيناه من قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، ومن تطبيق رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك مباشرة أن صبح الناس بإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولم يزل كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر الناس ويبشر ويبشر، وإنما بشراه كانت بين يدي نذيره عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا الفقه رجح ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن يغلب العبد الخوف على الرجاء حينما تحدث عن منزلة الخوف والرجاء، حتى إذا وقف عليه طارق الموت غلب الرجاء آنئذ. قلب العبد وهو سائر إلى الله عز وجل يسير إليه بجناحين، جناح ديال الخوف من الله وجناح ديال الرجاء في رحمة الله. ينصحك هذا الرجل الرباني ابن القيم بناء على استقراء نصوص الكتاب والسنة أن تغلب الخوف على الرجاء، خاف من الله أكثر واجعل الرجاء تابعا للخوف، أسلم لك يعني ذلك أسلم لك وآمن عليك، خشية أن تغلب الرجاء فيكبر أملك على حساب عملك وهذه مصيبة، بل غلب الخوف حتى يكبر عملك على حساب أملك، حتى إذا شعرت بطرق الموت الباب آنئذ أبشر إن شاء الله وظن خيرا بربك، فإن ربك لن يضيع عملك ما دمت أخلصت لله النية وصوبت الأعمال على وزن الشريعة، فإن ربك رحمن رحيم عدل حكم سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن نتصرف في أنفسنا وفي أسرنا وأبنائنا ومن حوالينا. وغلط كبير ملي كنتعاملوا مع الأزواج ديالنا والأبناء ديالنا برحمة كاذبة واهمة خادعة، كتشوف المرأة انت نتصلي وهي نعسة تقول خليها مسكينة تزيد تنعس، تشوف الأبناء تقول خليه مسكين يزيد نعس، باقي صغير على الصلاة، البنيتة باقية صغيرة على اللباس الشرعي، باقية صغيرة على الحجاب، تظن أنك ترحمهم؟ أبدا، ما هذه برحمة. لو كانت النظارة وقرت بقلبك لخفت عليهم جميعا، وكانت محبتك لهم تدفعك إلى إيقاظهم ليستجيبوا لنداء الله أن حي على الصلاة حي على الصلاة. ولربيت ابنتك على الحشمة وعلى الوقار لو كنت تخاف عليها حقا، والرحمن نصحك وسبق لك الخطاب بذلك أن قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تلك منزلة الصالحين، تلك منزلة المؤمنين الصديقين، من أيقن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا ربنا استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعافنا في أبنائنا وأهلنا. اللهم أصلح أحوالنا كلها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا. اللهم يا ربنا توفنا مسلمين صالحين ثابتين مقبلين غير مدبرين، لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.